بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ الحجة جلال الدين عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفات وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 56 في الإيجاز والإطناب، وقد تكلمنا على شروط الحذف. احنا قلنا فيه ايجاز القصر وايجاز الحذف، وفي ايجاز الحذف ليه شروط، قال 8 شروط مش كده؟ برضو ذكر السابع وما ذكرش الثامن. طب اكتب بقى يا سيدي بعد السابع، وايل السابع ألا يؤدي حذفه، ده كلام ده مكتوب عندك بس أنا بقراه عشان تشوفه. السابع ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل القوي، ومن ثم لم يقص على قراءة وكل وعد الله الحسنى. يعني إيه العامل القوي والعامل الضعيف في اللغة العربية؟ العامل هو الذي يكون مؤثرا في حركة الإيه؟ الكلمات اللي تأتي من بعده، يرفع ينصب يجر، فهمت ازاي؟ يسكن. اما نقول مثلا ادوات الجزم دي عامل بتعمل في الفعل المضارع تجزمه، ادوات النصب دي عامل يجي على الفعل ايه المضارع تنصب. يبقى العامل هو كلمه تؤثر على حركه اللفظ الذي ياتي بعده، ده اسمه العامل. واقوى العوامل هو الفعل، لان الفعل يرفع الايه الفاعل وينصب المفعول، مش كده برضو؟ وفي عوامل تانية ضعيفة زي الصفة وزي الحال وزي المضاف إليه وزي حرف الجر، عوامل ضعيفة لكن الفعل أقواها والمبتدأ يليه في القوة. يبقى العامل القوي هو العامل هو الفعل والفعل والمبتدأ، فهمت بقى؟ في عندنا مثلا كان وأخواته، دي عوامل تخلي المبتدأ تسيبه زي ما مرفوع وتروح جاي على الخبر تنصبه، وإن العكس، فهمت بقى؟ يبقى العامل يعني إيه؟ يعني كلمة بتعمل في الكلمة اللي بعدها، تخليها مرفوعة تخليها منصوبة تخليها مجرورة، فهمت بقى العامل؟ وفي ناس في علماء النحو عاملين ثورة كبيرة عايزين نلغي حكاية العامل دي، ما نقولش إن هي عملت كده، لا ده هي بالسماع. مين قال لك إن الفعل هو اللي رفع الفعل؟ ده هو بالسماع كده الاستعمال، انت خليت الفعل عامل ليه؟ ايه اللي خليته تعمله؟ ومناقشات وثورات في ثوره ضد ايه؟ كلمه العامل في النحو. يعني موضوع كبير ممكن تعمله بحث كده يطلع له 50 60 صفحه. اول من قلب العامل كان سيبويه في كتاب الكتاب اللي هو الفه في النحو. قال بالعوامل وقال ان العوامل دي بتعمل. واخد بالك؟ ومشي معظم علماء النحو البصريين والكوفيون على هذا الامر، واللي احنا درسناه في المدرسه واللي بيدرسوا الازهريه في الازهر، وكله ماشيين على قاعده العوامل. العوامل اما معنويه او لفظيه، واخد بالك؟ اما قويه او ضعيفه، فهمت ازاي؟ بس بيقولوا اللي ضد نظريه العامل ايه؟ ان بتؤدي الى تعقيدات في الايه؟ في النحو، وتعقيدات في الاعراب، وتقعد تدور على كل ايه السبب، ايه اللي عمل في الاسم ده، فبتعقد ايه تدريس علم النحو. الحقيقه ان دي وهم. ليه؟ لان الناس طول عمرها مش شايفاه معقد ولا حاجه، لو فهموه هيتلاقيها سهل. لكن على اي حال ما زالت هناك ايه ثوره قائمه ضد قضيه العامل، وعايزين يلغوا كلمه العامل دي اصلا. يسمع كلمه عامل يجي له ارتكاري يزعل، بعض علماء النحو كده ما اعرفش ليه متضايقين. على اي حال المتضايق نديله مهدئات لحد ما ايه يتحسن شويه. يبقى فهمت بقى العامل؟ لما تعرف العامل، مش العامل الراجل اللي لابس اوفرول ده وقاعد ايه، العامل في النحو دي ايه حاجه بتعمل في غيرها،
زي كان، تعمل في المبتدأ تخليه اسمها، واخد بالك ازاي، وتعمل في الخبر تخليه منصوب. بعد ما كان، قبل ما كانت تدخل كان مرفوع ومحترم، راحت نصبه، فهمت ازاي؟ يجي الحرف الجر يروح جارر، ان شاء الله قطر يجره، بر ما يموش، جر اي حاجه، واخد بالك ازاي، يجر جبل، حرف الجر ما انه حرف لكن يجر، فهمت بقى ازاي؟ ادي معنى كلمه العامل لما تسمعها. فالسابع بيقول لك الا يؤدي حسو الى تهيئه العامل القوي، ومن ثم لم يقص على قراءة وكل وعد الله الحسنى. احنا قلنا اصلا القراءة المتواترة وكلا وعد الله الحسنى، لكن كل وعد الله الحسنى القراءة اللي بالرفع دي، واخد بالك؟ قراءة ابن عامر بالضبط. كل وعد الله الحسنى لقراءة ابن عامر، واظن شعبة برضه معاه قراءة ابن عامر. طيب، لا ابن عامر لوحده، هو الوحيد اللي يقول كل وعد الله الحسنى. زود الكلمه دي بقى عشان نفرح، نكتب بعدها ورفع كل، ورفع كل، زود اكتب حصه املا في مسجد الاشراف كل يوم الصبح، ورفع كل، فلان المفعول اذا تقدم لكلا، احنا قلنا كلا دي ايه، ده مفعول لفعل وعد، بس قدمنا المفعول، فهمت؟ لكن لما قال لك كل، ليه بيعللها بقى؟ بيقول لك ورفع كل، فلأن المفعول إذا تقدم ضعف عمل الفعل. واضح؟ ضعف عمل الفعل. والهاء محذوفة من وعده. يعني هي إيه على الإعراب؟ وكل تبقى مبتدأ. خلاص؟ كل هتبقى مبتدأ. لكن كلا مفعول به، قراءة كلا هتبقى مفعول به، واللي خلاها منصوبة ايه؟ الفعل اللي جاي بعدها، يعني وعد كلا الله الحسنى، فهمت بقى؟ ده على قراءة كلا. طب وكل؟ قال لك كل هتبقى مبتدأ. طيب وعد الله الحسنى، طب وعد مين؟ يبقى اكيد وعده، الضمير يعود على مين؟ فحذفنا الهاء. علشان كده قراءة ابن عامر على قواعد النحو ايه؟ تكون قراءة من حيث قواعد النحو ليست هي الاولى. ليه بقى؟ لان هنقدر محذوف المفعول به، في حين ان احنا المفعول به في كلا وموجود، لكن لما خليته مرفوع قدرت المفعول به، فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده لم يقص عليها، قالوا ان دي قراءه مسموعه متواتره كده، وما تقس عليها بقى، ما تعملها ليش كده في كل كلامك بعد كده وتحطها لي مش عارف ايه، فهمت ازاي؟ دي لم تقص عليها، ووجهها ان احنا قلنا ان هو كلا وكل تبقى ايه؟ مبتدا، ووعده تبقى فعل ومفعول به، والله فاعل، والحسنى مفعول تاني. سهله؟ فهمت بقى الاعراب؟ طيب الثامن بقى، اكتب الثامن يا سيدي اللي كان تايه مننا ده، قعدنا ندور عليه، جبته لكم من جنوب مصر. الثامن الا يؤدي حذفه الى اعمال العامل الضعيف مع امكان اعمال العامل القوي. الا يؤدي حذفه إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي. عرفت العامل القوي؟ اللي هو الفعل. سيبويه اعتبر أن الفعل ده هو أكبر عامل. والكوفيون قالوا لا لا، اللي بيعمل المصدر هو الأصل. يعني إيه خلاف؟ هم يا أكتر ناس متخانقين مع بعض علماء النحو. خناقات إيه؟ رب السماء. لحد دلوقتي، واخد بالك، مدارس وشغلانه كبيره، انت تقول فقهاء مذاهب كتيره، يا ده الفقهاء جنبهم طيبين خالص، واخد بالك، بالنسبه لعلماء النحو. احنا واقفين في الفائده الثالثه بقى، هنبتدي النهارده من الفائده الثالثه. فائده: ينبغي تقليل المقدر مهما امكن لتقل مخالفه الاصل. يعني ما تخليش المقدر كلام كتير،
تقول لي اصل ايه محذوف وتروح جايب لي جمله كامله. ايه ده يا عم؟ خلي المحذوف كلمه واحده. قلل المقدر بقدر الامكان، فهمت؟ ينبغي تقليل المقدر مهما امكن لتقل مخالفه الاصل، ومن لان الاصل ايه؟ ذكر المراد، مش ان انا بلغز. هنا الكلام الاصل في الكلام البيان مش الالغاز، والحذف فيه نوع من الالغاز، فهمت بقى؟ اقول لك هات دي، تقول ايه دي؟ ايه دي؟ اقول لك دي دي يا عم قول لي ايه دي؟ يبقى ده كلام ايه؟ الغاز، مش لغه العرب دي، واخد بالك؟ اقول لك هات ساندوتش مثلا عشان انت جعان دلوقتي، واخد بالك؟ يعني اقول لك هات ايه وخلاص، فهمت ازاي؟ يبقى ينبغي تقليل المقدر مهما امكن لتقل مخالفه الاصل، لان الاصل ايه؟ الايضاح وليس الالغاز، ادي الاصل. ومن ثم ضعف قول الفارسي في قول واللائي لم يحضن. قال ايه الفارسي؟ اي واللائي لم يحضن، يعني ايه؟ عدتهم ثلاثه اشهر. شوف جمله قد ايه عدتهم ثلاثه اشهر. مش ايه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن. الفارسي قال لك ايه؟ عدتهم ثلاثه اشهر. التالي التانيين قالوا له لا، طب ما تقدر قول كذلك بس كلمه واحده. ايه رايك بقى؟ احلى؟ مش احلى يا فارسي؟ قول كذلك كلمه واحده، فهمت بقى؟ ان التقدير فعدتهن ثلاثه اشهر والاولى والاولى ان يقدر كذلك. قال الشيخ عز الدين ولا يقدر من المحذوف الا اشدها موافقه للغرض كمان وافصحها، لان العرب لا يقدرون الا ما لو لفظوا به لكان احسن وانسب لذلك الكلام، كما يفعلون في ذلك في الملفوظ بنحو جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس. الكعبه قيام، والكعبه بتقوم، ولا جهه الكعبه للصلاه، فهمت بقى ازاي؟ جعل الله الكعبة، يبقى جعل الله نصب الكعبة يعني مبنى الكعبة، فهمت ازاي؟ فقدر ايه؟ كلمة نصب الكعبة. وقدر غيره ايه؟ حرمة الكعبة، وهو أولى، لأن تقدير الحرمة في الهدي والقلائد والشهر الحرام لا شك في فصاحته، وتقدير النصب فيها بعيد من الفصاحة. قال ومهما تردد المحذوف بين الحسن والأحسن وجب تقدير الأحسن، لأن الله وصف كتابه بأنه أحسن الحديث، فليكن محذوفه أحسن المحذوفات، كما أن ملفوظ أحسن الملفوظ وأحسن الملفوظات. قال ومتى تردد بين أن يكون مجملا أو مبينا فتقدير المبين أحسن. المجمل اللي هو إيه؟ كل لفظ يحتاج إلى بيان. يقول لك تقصد إيه؟ يبقى طالما بقول لك تقصد إيه، ما أنت قلت لي كلام مجمل. لو أنت كلمتني وما قلتلكش تقصد إيه وفهمت، يبقى كلام مبين. فهمت؟ زي ايه؟ وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث. ايه في الحرث؟ يحكموا في الحرث يعني، يعني قاعدين في الغيط بيحكموا يعني؟ فهمت ازاي؟ ايه يعني ايه بيحكموا في الحرث يعني؟ الحرث يعني الغيط. غيط وفي شويه زرع. قاعدين كده محكمه، نصبوا محكمه في الغيط يعني؟ يحكمان في الحرث، فهمت ازاي؟ ولا في قضيه الحرث؟ في قضية أو في تضمين الحرث، إن الراجل اللي إيه اللي المواشي بتاعته سابها ما قفلش عليها بالليل، قام طلعت كلت إيه؟ كلت الإيه؟ الزرع بتاع جاره كله. فاتخانقوا مع بعض، أنت ليه ما قفلتش على بهايمك؟ قال له طب وأنت ليه ما حرستش الحرث بتاعك؟ أنا مالي؟ بهايم أنا مالي؟ كنت نايم. قال له لا بس كنت ممكن تقفل عليها. انت كل يوم بتقفل عليه، اشمعنى انت ما قفلتش عليه النهارده؟ يتخانقوا مع بعض وكانوا ايه؟ هيقتلوا بعض. راحوا لمين؟ لسيدنا داوود، وسيدنا سليمان قاعد جنبه. فقام سيدنا داوود قال للراجل بتاع الحرث: الزرع بتاعك لما كنت هتحصده كان هيجيب لك كام؟ قال له كان هيجيب لي 200,000. كويس؟ وقال لي بتاع الحرث اللي بتاع الايه؟ المواشي. قال له انت المواشي بتاعتك دي بكام؟ قال له ب 200,000. قال له خلاص خد المواشي. خد يا بتاع الحرث، خد المواشي بتاع الراجل ده. دي مقابل دي، عوض. مش كان حرثك هيجيب لك 200,000؟ والمواشي دي ب 200,000؟ خد المواشي. كويس؟
سيدنا سليمان سمع القضية، كلام حلو بالتعويض، كلامه صح برضه، واخد بالك ازاي؟ وكلا اتيناه ايه؟ حكما وعلما، يعني ربنا ايد الحكمين. لكن سيدنا سليمان قعد فكر، قال ما انت كده حولت احدهما الى فقير فقرته هيشحت. طب انا عندي فكره، ان احنا نخلي الراجل صاحب المواشي يقعد يرجع يزرع له الارض بتاعته لحد ما ترجع زي ما كانت، ويسيب المواشي بتاعته لصاحب الحرس ياخد من لبنها ومن صوفها ويستفيد بلبنها وصوفها، فهمت ازاي؟ لحد ما ياخد كده، وبعدين بقى الاخر بتاع الحرس ياخد حرسه وبتاع الزرع ياخد زرعه، وكده حافظنا على مالية الاثنين، ما حولناش احدهما فقير، فهمت كلام؟ يعني سيدنا سليمان حكم بالمقال وسيدنا داود حكم بالتعويض والضمان، فهمت؟ والاثنين صح على فكرة في القانون، الاثنين صح في القانون، لكن ايه ربنا قال ففهمناها سليمان، يبقى لازم كمان القاضي يحكمه ايه في الحكم بتاعه، يعتبر المستقبل كمان، ما يبصش القضية دلوقتي بفك نزاع دلوقتي وخلاص، لا هينبني عليه ايه في المستقبل، فهمت بقى ازاي؟ طيب يبقى ايه يحكم في الحرس؟ يعني ايه؟ يعني في التعويض، في تعويض الحرس او في تضمين الحرس، الاثنين يا دي يا دي، فهمت؟ تضمين من الضمان يعني. طيب لك ان تقدر في امر الحرس وفي تضمين الحرس، وهو اولى لتعينه، والامر مجمل لتردد بين انواع. يبقى تضمين تكتب فوقها من الضمان قاعده، اذا دار الامر بين كون المحذوف فعلا والباقي فاعلا، وكونه مبتدا والباقي خبرا، فالثاني اولى، لان المبتدا عين الخبر او عين الخبر، وحينئذ فالمحذوف عين الثابت او عين الثابت، فيكون حذفا حذفا كلا حذف. فاما الفعل فانه غير الفاعل، اللهم الا ان يعتضد الاول بروايه اخرى في ذلك الموضع او بموضع اخر يشبهه. يعني انا ما قدرش الفعل ده هو ده العامل، ما احذفوش لانه هو ده العامل، فاهم؟ فما اقدرش ايه اقدر فعل محذوف، دي في الاعراب بيعتبروه ايه عيب، لان الفعل ايه حاجه عامل قوي، فما احذفش انا القوي، فهمت؟ او بموضع اخر يشبهه فالاول. لكن امتى اقدر بقى فعل محذوف؟ لو كان مذكور في مكان تاني، زي هديك مثال، يسبح له فيها في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. عارف انت الواد اللي بايه اللي بيسمع الشيخ، حكاها لي الشيخ ايه ادم الله يرحمه اللي كان بيحفظ قران لاولادي، ليه كده نكت كده في اصل هو قاعد سنين يحفظ عيال القران، 50 سنة من عمره كان بيحفظ قران للناس، فلما بيقول لك ايه بسمع لواد لمد، فبيقول في بيوت اذن الله ان ترفع، هو بيدلع الشيخ يعني، فقال له ولا بيوت، قال له مش اذن الله ان ترفع يا مولانا. هو الواد بيلعب مع الشيخ يعني. المهم يعني يبقى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو. دي قراءة ابن عامر وشعب، خدت بالك ازاي؟ قراءة ابن عامر وشعب يقول لك يسبح له فيها بفتح الباء هكذا، فعل ايه مبني للمجهول. يبقى هنا ايه المحذوف؟ رجال، واخد بالك ازاي؟ خلاص، او مؤمنين او طائعين او ذاكرين، قدرها اي تقدير بقى، او مسبحين وهكذا. يسبح له فيها بفتح الباء اللي هي قراءة ابن عامر وشعبة، لكن كل باقي القراء غيرهم يسبح له فيها بالغلو، رجال لا تلهيهم، واضح؟
يبقى لما نقول يسبح له فيها بالغدو الأصال رجال، مش هنقول بقى فاعل، هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ مبتدأ بقى او نائب فاعل مؤخر. فهمت؟ طيب، كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله، بفتح الحاء، يوحى. سورة الشورى هي كل قريب، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كويس؟ لكن في قراءة ابن كثير المكي يقراها ايه؟ اللي هي قراءة، على فكرة، الإمام الشافعي. كان الإمام الشافعي يصلي بقراءة ايه؟ بقراءة المكي، لأنه حفظ القرآن بقراءة ابن كثير. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله، خلاص، بفتح الحاء، تكتب فيها ابن كثير المكي بفتح الحاء، يعني ايه؟ قراءة ابن كثير المكي. فإن التقدير يسبحه رجال ويوحيه الله، ولا يقدران مبتدأين حذف خبرهما لثبوت فاعلي الاسمين. يعني ما جيش بقى ايه اقول رجال هنا مبتدأ، لا، ما قدرهاش كده. فهمت ازاي؟ خليها نائب فاعل. فهمت قصدي ايه؟ طيب، ولا يقدران مبتدأين حذف خبرهما لثبوت فاعليه الاسمين، فاعلية الاسمين، في رواية من بنى الفعل للفاعل والثاني نحو، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، فتقدير خلقهم الله أولى من الله خلقهم، لمجيء خلقهن العزيز الحكيم العليم. ليه؟ لأن أي بعدها قدم الفعل، فما تقولش الله خلقهم، تقول إيه؟ خلقهم الله، تقدم الفعل، لأن مذكور بعدها خلقهن العزيز. قاعدة. كفاية عليكم النهاردة، هديكم دي النهاردة بس كفاية، عشان النهاردة إيه؟ جمعة. لكن هتعرف لو ما كانش يوم الجمعة؟ طيب، مش هتعرف أنا كنت حامل فيك إيه. قاعدة. إذا دار الأمرين بين كون المحذوف أولا أو ثانيا، فكون ثانيا أولى. يعني لما يبقى في محذوفين اتنين ورا بعض، حاجتين ورا بعض متشابهات، بس كل واحدة بتؤدي وظيفة، أقدر اللي بعديها التانية المحذوف إيه؟ إيه الأول؟ يعني أخلي المحذوف هو المذكور الأول مش المذكور الأخير. فهمت إزاي؟ لأن المذكور الأخير يبقى يؤثر في الجملة اللي بعده على طول. هدي لك مثال تفهم. ومن ثم رجح المحذوف في قول أتحاجوني، هي أصلا أتحاجونني، في نون الوقاية ونون إيه؟ علامة الرفع بتاعت الأفعال الخمسة، مش الأفعال الخمسة إيه بترفع بثبوت النون، فاكرينهم؟ طيب، هي أتحاجونني، فجت أتحاجوني نون واحدة. طب نقدر مين المحذوفة، نون الوقاية ولا نون؟ لما نيجي نعرب. فهمت؟ هنقدرها مين المحذوف فيه بقى. فهمت؟ اقعد بقى اعمل أشعة مقطعية، خدها كده واعمل أشعة، ولا وديها محل التحليل يحلل يشوف المحذوفة فيه، يمكن يلاقي، يحط مادة على مادة تطلع بنفسجة، تقول لك اه مش عارف ايه. طيب، اولا نون الوقاية لا نون الرفع، لان نون الرفع اساسية حركة، لكن نون الوقاية، واخد بالك ازاي؟ يعني دي حاطينها كده بس للوقاية، واخد بالك من ايه؟ من ان ما يظهرش ايه، إن يعني ان للوقاية، ان ما تفتكرهاش ان دي النون الاولانية نون الرفع. فهم؟ لان لو قلت اتحجوني هتقول ايه؟ النون دي نون الرفع. طب وفين نون الوقاية؟ كأنك تكلت نون تانية، هي أتحاجونني. فهمت؟ نون الوقاية، لأن نون لا نون الرفع. وفي نارا تلظى، هي نارا تتلظى، التاء التانية لا تاء المضارعة، تتلظى، في تاء تأنيس وتاء مضارعة، تبقى يوم أقوى تاء إيه؟ المضارعة. هنقول تاء التأنيس، التاء الثانية لا تاء المضارعة. وفي والله ورسوله حق أن يرضوه،
الضمير يعود على مين؟ أن المحذوف خبر الثاني للأول، أن يرضوه يعني يرضوا النبي، كأن رضا الله رضا النبي هو رضا الله، لأن الجهة واحدة. وفي نحو الحج أشهر، أن المحذوف مضاف للثاني، أي حج أشهر لا الأول، أي أشهر الحج. أصل لما يقول لك الحج أشهر الحج، إيه؟ تبقى إيه؟ تدي لك معنى الحج يكون في أشهر الحج، واخد بالك إزاي؟ أي لكن إيه؟ أي حج أشهر لا الأول، أي أشهر الحج. وقد يجب كونه من الأول، نحو إن الله وملائكته يصلون على النبي. احنا نقول وملائكته، دي القراءة المتواترة، لا في قراءة شاذة هو عايز يجيبها، ملائكته دي قراءة شاذة بفتح التاء برفع التاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي في قراءة شاذة، في قراءة من رفع ملائكته لاختصاص الخبر بالثاني لوروده بصيغة الجمع. ليه؟ أصل لما قال يصلون قال إن الفعل جاي جمع، وإزاي ندخل ربنا في الجمع مع خلقه؟ فخلي بقى ملائكته دي بالرفع تقوم إيه؟ يبقى يصلون تعود على الملائكة بس، لكن الله صلاته مخصوصة مختلفة، نوعها مختلف عن صلاة الملائكة، فهمت؟ دي وجهة نظر إيه اللي عايز يفصل. وقد يجب كونه من الثاني، نحو أن الله بريء من المشركين والرسول، أي بريء أيضا لتقدم الخبر على الثاني، أن الله بريء من المشركين أي ورسوله بريء أيضا، فهمت؟ ونقف عند هذا ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة أسعاده مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون.